السلام عليكم خواتي، ان شاء الله تكونوا ملاح. درنا لكم فيديو جديد ان شاء الله على طريقه تركيب خزان الماء. دونك نشوفوا مع بعض ان شاء الله طريقه تركيب خزان الماء. انا حاجه الاولى هنايا هي روبيني دار. روبيني داري في الخرجه دير عندنا راكور سيتيرن هنايا، وعندنا روبيني داري في الخرجه تاع ريزيرفوار. نديروا حاجه الاولى نديروا روبيني داري، علاه باش وكاتي خسرنا كلابي هذا ولا حاجه، نبلعوا الريزيرفوار تاعنا ونخدموا هنا عادي. وعندنا حاجه زوجه هذا تيو تاع بريزدر تي، نديروا ان تي هنا هذا تي، نديروا طالع فوق النيفو تاع الفلوتير غير بشوي بريزدر. دوك نعاودوا نولوا له. عندنا هنا ها كلابي اون تي روتور يهود وما يدخلش. عندنا ان تي هنا هذا اللي عامل الريزيرفوار، ان تي انتي هنايا نديرو روبيني داري. هذا ماشي ضروري، قادر ديره قادر ما ديرهش. هذا هون كحصل لك فلوتير ولا حاجه تبلع منه وتخدم الفلوتير تاعك ولا حاجه. هذا ماشي ضروري، بصح تحتاني ضروري يكون روبيني داري. دونك وهنايا الماء يهود. دونك الماء تاعنا غادي يجي هنايا كلابي اون تيرو كي يكون الماء تاع الدوله تاع الريزو. غادي يجي هنايا يسيب كلابي يبلع يطلع يعمر ريزيرفوار تاعنا. كي يطلع يعمر ريزيرفوار تاعنا، وهذاك الماء تاع الريزو يكون بريزون، يكون بريسيون، فيه قوه تاع الضغط تاعها كبيره على تاع ريزيرفوار. دونك هنا شي يدير يبلع الكلابي تاعنا، ما يخليش ريزيرفوار تاع الماء تاع ريزيرفوار هو كي يروح الماء تاع الدوله يحل هذا الكلابي، ينحل ويهود الماء تاع ريزيرفوار. بون هذا بزاف ناس خصوني عليه تاع على البريزدير. هذا عنده بزاف اهميات. الاهميه الاولى هو يحافظ لك على ريزيرفوار تاعك، باسكو هذا ريزيرفوار بلع بلع تماما بلع، ما عندهاش من يخرج له. دونك كي يكون يعمر ريزيرفوار ولا حاجه شي يدير الهواء تاعو هذا يخرج منه، الهواء اللي يكون في الريزيرفوار يخرج منه. مام كي يكون الريزيرفوار يخدم هذاك ال كيسموه الريح المتراكم في التيوات يخرج معاه. كاينه ثلاث حاجات اللي مسؤولين على لابريسيون في الريزيرفوار. كاين يقول لك عندي الريزيرفوار وما عنديش لابريسيون. لابريسيون مسؤول عليها كاين ثلاث صوالح. كاين حاجه الاولى ارتفاع تاع الخزان، كون يكون الخزان مرتفع كل ما تكون لابريسيون كبيره. حاجه الزوجه القطر تاع الانبوب المستعمل، هي من الاحسن تخدمه بالبي بي ار ولا بالتيك، يكونوا ديامات كبار ملتيكوش فيه ديامات صغير، هي من الاحسن بالبي بي ار ولا بالتيك. وحاجه ثالثه هي البريزدير هذا اللي هضرنا عليه، هذا الانبوب باش يخرج لك الهواء ما يخليش الهواء يتراكم في التيوات، باش هكا سخان الماء تاعك ان شاء الله كي يكونوا متوفرين هادو ثلاثه يخدم لك عادي ان شاء الله. أيوا السلام عليكم خالتي، إن شاء الله تكون إن شاء الله نستافدو قاع مع بعض إن شاء الله، والسلام عليكم إن شاء الله، الفيديو الجاي إن شاء الله بربي.